لينا في حلقة جديدة من جلسة مع بسمة. في هذه الحلقة كنستضيف المغنية والمؤثرة لولوي أم نينا. مرحبا بك لولوي أم. شكرا. كي دايره لاباس عليك؟ الحمد لله. انت مزيان؟ الحمد لله. الطريق شويه عامره شويه عامره بس صافي بليز عندي جيتي لهنا. شكرا فرحانه اليوم اللي راك معنا. ثانك يو. مي اول حاجه نبغي قبل ما نبدا نطرح عليك الاسئله تشرح لينا شويه كيفاش هاد نينا ومنين جات نينا. اوكي عن ذلك انه تقريبا ملي كنت صغيره كنت كنفرج في الهنود واغلبيه الافلام اللي كنت كنحس براسي ريليتد مع البطله كانت سميتها نينا. ولا جيتي شفتي المعنى ديال نينا، نينا كتعني العينين. انا واخا نكون حزينه وكنبين راسي فرحانه راه عينيا كيبينو كلشي صافي. خديتها عليا زعما واز لايك صافي تكون ماي نيكنيم هي نينا. داكور. وهذا يعني الحب ديالك للهنود باش من الصغر كنتي كتفرجي فيه واش عنده علاقه يعني بالاصول ديالك بما انه الام ديالك مغربيه والاب ديالك من سريلانكا واش هادشي هو اللي انفلونسا يعني لا بيرسوناليتي ديالك؟ نوت ريلي. ولكن هو صراحه فاش كنت صغيره بابا ديما كيطلق اغاني الهنود حيتاش واخا حنايا زعما بابا من سريلانكا ما كيهضروش نفس اللغه. موسيقتهم شويه مختلفه على الهنود ولكن بابا كان زعما مولوع بشي حاجه سميتها اغاني ديال بوليوود داكشي باش كنظن انه هذيك الحب ديالي للبوليوود سونغ جا من بسبب بابا. داك دونك حتى هو كان كيتفرج بزاف يا بابا كيتفرج بزاف للهنود كيتصنت الموسيقى بزاف اصلا هو اللي اكتشف هاد الموهبه ديالي. كيغني بابا؟ كيغني. لا ما كيغنيش. لا ما كيغنيش. وبالنسبه لسريلانكا واش كتمشي تما يعني كتمشي البلد ديال الاب ديالك ولا واش عمرك عشتي تماك؟ عايشه لا عايشه ما عشت تما ولكن كنمشي كل عام باش نشوفوا العائله كوز كاينه جداتي تما عماماتي اوف كورس الوالده كي تما في الغربه خاصو يشوف عائلته وفاش بابا كيكون تما كنشوف الفرحه في وجهه كنشوف شحال من حاجه مبدله فيه. وكيتجيك الوعي تما واش كتحسي بداك الفرق يعني ما بين الثقافات بزاف؟ لا هو كاين الفرق هو كاين الفرق زعما كتحسي بالفرق فاش كان فاش اي واحد غادي يمشي تما غادي يحس بالفرق ولكن كيبقاو ناس شعبيين ما كتحسيش براسك كتقولي لا ما نحش براسي ما مرتاحاش هنايا ولا بالعكس ناس ديال الكرم الا عرفوك كنتي من اي بلاد كيف ما كنتي كيكبروا بيك ماشي فرصه تكوني منهم ولا من عائلتهم. لا 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 نوت ريلي كاع ولكن تما زوين انا كيعجبني تما بالطبيعه اللي فيه والماكله جوستومون. انا جايه نسولك على الماكله. واش وي ام كتفضل الاكل ديال سريلانكا ولا الطبخ المغربي؟ لا الطبخ المغربي حتى هو يعني معروف عالميا. لا الطبخ المغربي انا كحمق على الرفيسه صفا ولكن هما تاني هما دايرين نون اكثر بالروز الروز نودلز الحار عندهم الحار بزاف ولكن حنايا عندنا ماشي التنوع زعما حاجه ما كتجوش الحاجه. وبالنسبه للطبخ هما عندهم يعني لا كويزين ديالهم قريبه لا كويزين انديان. يس 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 هما تقريبا في الماكله دير كاين اوف ذا سيم كلهم بحال بحال. داكو. مؤخرا وي ام شفنا بلي كنتي انتقلتي للامارات كنتي تماك واش كنتي مشيتي على قبل ديتود ولا كنت خدمه ونبغيو نعرفوا يعني لو دومين ديتود ديالك. دابا انا خديت الماسترز ديالي في انترناشونال بزنس ولكن اللي فيا ما واحد راس كيقول لي امسي قايد ام بي اي دوكو قلبت مزيان لقيت انه ذا بيست اوبشن هي نمشي لدبي بوز اوف سيكيورتي اللي فيها. وانا ديجا في صغري كنا عايشين في الخليج سو الا مشيت ما نقدرش نلقى واحد الفرق كبير. داكشي باش مشيت تما على قبل باش نقرا ام بي اي. بابا جالسين تلقى ميوزيك كنكونو مسافرين تلقى موسيقى وديما كيطلق اغاني الهنود. واحد النهار كنا شادين الطريق وكان طالق اي كيس اغنيه ديال كجراري وكنت كنغني كان عندي 6 سنين هو يدخل الموسيقى ويقول لي وي ام انت عندك 6
سنوات وكتغني مزيان. قال لي ان الى براكتيسيتي شويه لما يجي في توصلي 20 تقدري تكوني زعما سينجر. انا هذيك الهضره اللي كان قال لي بو بحال قلتي موتيفاتني ان واي مشيت كنحفظ الاغاني ملي كانت عندي 6 سنين نحفظ الاغاني نحفظ واحد النهار وانا نقول اتس نوت انف شنو وليت كنمشي كنحاول نفهم شنو كنغني باش نحط الايموشنز ديالي سو يو كان فيل اكثر الاغنيه فاش كنغنيها. داك الدراسه تعلمت الهنديه تعلمت شويه وليت كنفهم نقدر نتفرج فيلم بلا ترجمه واخا الهنديه معروف عالميا باللي راه لغه اللي صعيبه ماشي اللي yeah. نقدر يفهم ولكن بزاف المغاربه كيعرفوا يهضروا بالهنديه هذه واحد الحاجه اللي صراحه فرحانه فرحانه هي صراحه حتى الثقافه ديالنا كبرنا يعني كنشوفوا الناس كيتفرجوا في المسلسلات وفي الافلام ديالهم شاروخان ديك الساعه ما كاينش اللي ما كيتفرجش افلام قدام ديال شاروخان الايفرثينغ وصافي تقدر تقريبا ديك 17 عام هي فين درت لهم سيربرايز العائله قلت لهم راه كنغني راه تعلمت صافي هي فين بدا السبورت ديال الوالدين بقاو كيصح لي لا هادي ما كتغناش هكا لا هادي ما كتقولهاش هكا كوزنتي بنت حيتاش عندهم تما بحال مثلا انا اللي بنقول لك غير كي دايره دو واي كيفاش غنقولها لك انتي كبنت ماشي دو واي كيفاش غنقولها لشي دري بحال دابا انت غنقول لك ابكي سيهو شي دري غنقول لك ابكي ساهو سو حتى في الاغنيه اللي كنت كنغني خاصني نبدل شحال من ووردز صافي زعما هكا كيفاش تعرفت على موهبتي يعني بعد كيفاش حتى دخلت في السوشيال ميديا هو انه عايز عندي فيديوهات عايز عيال صور تليفوناتي ديما عامري ما لاقيت على راسي وصحابي كانوا كيقولوا انا انت كتشي سوا علاش ما كتبارطاجيش ما كنقول ريلي كنت كنخاف ما كنتش زعما واحد النهار وانا نقول اوكي انا ستارت بوستين وبديت في تيك توك كنت كنلوح كنغني وكنت كنعطي وجهي شنو اللي قال كان فراسي هي انه ويان بديت الحراس كتغني حتى تشهري وبنادم يضروا راسو شكون هذا البنت وجي وان داي عاد بيني لهم شكون ولكن بابا فاش قلت ليه بابا راه لحت فيا وضرب ليا الف فيو كيقول بابا او ماي جاد وكدا ودخل تيك توك ويقول لي لا ما تغطيش وجهك قال لي اف يو وان ستارت ذيس دومين بيني وجهك من نهار الاول عادي وبديت كنلوح داكو دونك السيبور ديال الوالدين كان مهم بزاف بالنسبه ليك انا البيسك ديالي كان هو والدي بجوج ما فكرتيش انك يعني تقراي الموسيقى باسكو عزيز عليك هذا الدومين وهذا ما فكرتيش يعني ديري شي فورماسيون بديتها انا باقي كنقرا في الموسيقى الهنديه ديجا دخلت لواحد الاكاديمي هنديه وحنا كنقراو هذاك الشيء ما ساهلش واش كنتي مخبيه علينا اول خبر صافي تعرف معاكم نتوما ولكن صراحه زوين عاد كتفهمي اكثر عاد كتقولي هادي هكا كعاش كتغنى وما كتبقاش غير موهبه كتولي بروفيسيونيل اكثر كتولي موهبه انت براسك من كلاس كتحسي انه ديفلوبيتي في الغناء ديفلوبيتي كيفاش تقدري تغني هادي وشحال من حاجه بالنسبه يعني الستيل الهندي واش ما كتشوفيش بلي تقدري تعطي حتى في ستيل اخر يكون يعني مختلف شويه وي شوفي انا عزعي الموسيقى ان جنرال هنود تواكا انجلش فرنش الدارجه ولكن كتلقاي راسك واش هاد النبره كتبان لك بنعطيها لشي لغه اخرى احسن من الهنديه اي دون ثينك سو وانا كنحاول زعما كنغني عادي ولكن يمكن من هنا لقدام كيف ما كنديفلوبي دابا راسي في الهنود نقدر نديفلوبي راسي شي لغه اخرى ولا شفنا لا بلاي ليست ديال ويان في التليفون ولا يعني شنو الحاجات اللي كتسمع لهم غنلقاو داكشي مختلف ولا غنلقاو 100% لا غتلقاو بزاف داكو دونك وي ام كان عندك واحد يعني واحد المشاركه في برنامج ديال اكتشاف المواهب فواحد القناه المغربيه وكانت مشاركه زوينه يعني عاودينا شويه على هذه التجربه هذه واش مثلا كتفكر انك غادي نشوفك نهار اخر عاوتاني مسابقه وهي كانت واحد التجربة اللي ما كنش متوقعها نهائيا حيتاش كان جاني واحد اتصال من عندهم وكانوا قالوا لي بغينا كيتشاركي انا كنقول لا انا كنغني هنديه نتوما خاصكم صوت عربي ابن كيقول لا واخا كان صوتك زوين بالعربي يعني كان كتضحك شي حد من المسابقه من الناس المنظمين وباش لا انا ماشي زعما انا ما تفاجئ باش نشارك ولكن هما اللي كانوا اتصلوا بيا خديت واحد الموله صغيره وانا نقول علاش لا يلا توكل على الله صافي هي فين زعما درت الفيرست ولكن كانت زعما واحد التجربه اللي ريلي مزيان لا في الكوتشين لا في ذا هول تيم كانوا مزيانين ما كانوش كيخليك تحسي انه
راه هو واحد البرنامج خاص كيدخل عليه مسابقه. لا كان زعما زوين دوز واحد ديما زوينه. واش كيشجعك انك يعني تشاركين بالاخر في مسابقه اخرى؟ وهو انا دابا وانا باغا صراحه نشارك في مسابقه، ولكن ماشي مسابقه مغربيه، بغيت نمشي زعما الشوز اللي يكونوا هنود فورسي شي شويه. المهم تشبتاوي انا ديما كنقول اول ستيب اللي غنكون في الهند نمشي لها بسبب شي برنامج ان شاء الله. ان شاء الله الله يوفقك يا ربي. انا خويا انا طرحتي واحد الاغنيه جديده اللي انتشرت مزيان الحمد لله، يعني بما ان الناس ولاو كيرياجيو عليها وكيهضروا عليها حتى حنايا لقينا دي كومونتير عليها اللي هي اللي تخليني. هضرينا شويه على هذه الاغنيه، كيفاش حتى ولجتيها ومع من تعاملتي؟ طبعا نبكي. أغنية لا تخليني هي واحد أغنية حاجة من هنا باش نقول لك. كان واحد البروجيكت لي زوين زوين بزاف، كان الإنتاج ديال بوكر آيت حماد ألحان أشرف قيعي وكلماتي أنا وفوز الله شريف وواحد صديق هندي. كان واحد البروجيكت لي زوين. انا دابا انا كنتخيل راسي انه اي مور سنتيمنتال، ما نقدرش نلوح شي حاجه من غير موسيقى داكشي حزين، ولكن بالفضل ديال بوكر هو زيك لا وي ام دير شي حاجه فايبي ولي راه ميمكنش يتلاقى هاد الجوج كيقول ليا هي سو صراحه انسبيريت من ايهاب امير، حيتاش اغاني ايهاب امير فيهم ايموشن زعما ايموشنال ولكن فايبي زعما الا كانت رشقه ليك تتمشي مع الفايب وكتلصق حتى في الاذن ديال كتلصق. صافي كتبنا واحد الاغنيه كانت زوينه، ولكن انا يا ما عرفتش واش الميساج وصل ولا لا، ولكن الميساج ديال الاغنيه هو انه اي انسان داز من شي هارت بريك كنكونوا ديما واحدين من بين قلبنا وبين عقلنا. سو الفيرسيون الهنديه هو العقل كيبين لك انه من ورا الهارت بريك راه كاين غير الالام والحزن، تعذبتي عطيتي دازا فوق كبار، ولكن الفيرسيون المغربيه اللي كنت كنغني اوكي واخا تفارقتي مع ذا بيرسون يو ستيل لاف هيم زعما باقي عاجبك كل حاجه شنو دوزتي وداكشي كامل. داكوغ ما انا بغيت نشير واحد الحاجه لان الاغنيه راه كاينه في لاويب راديو ديالنا اغ 212 على لو دي جي اللي بغاو يسمعوا ليها، وكاينه حتى في لاشين يوتيوب ديالك اللي كاوي الام كاينه في كاع البلاتفورمز. وما انك هضرتي على وي بما انك هضرتي على ايهاب امير ويعني نجم مغاربه اللي حتى هما كيهتموا بالاغنيه الجديده ومؤثره، كاين واحد الفنان اللي كنتي سبق لك وذكرتي انك تلاقيتيه واللي حتى هو عنده واحد الشغف بالاغنيه الهنديه اللي هو عبد الفتاح الكريمي. دونك عطينا شويه كيفاش كان هذا اللقاء، شنو قلتوا بيناتكم واش شجعك؟ هو ما بداش بيناتنا شي كونفرسيشن، ولكن غير لو فيت انه في التورناج وداز الكريني وزيك او نايس اول ذا بيست صحيت فرحانه، ولكن هي دو رياكت زعما ماي سونغز الى كان لوح الكافرز كانت مني نشوف الاغنيه يقول لك جاتو. ولكن شوفي كاع نجومي دابا طالعين ذي ريلي جود زعما كانت انسبير منهم بزاف شفتو بحال عبد الفتاح الكريني شفنا بلي دار واحد الشيكسي كبير باغنية ظالمة بزاف ديال الحاجات، يعني حتى هو عنده واحد الحب كبير للثقافة الهندية. انا اي ارتست مغربي كيحنق على الهنود صافي انا سعيد. عندك هو جميلة البداوي رجاء بالمير سعد مجرد كامل كامل. قبل ما نجي معاك عطيني شويه السوشيال ميديا كرياتريس دو كونتوني، كنشوفو بلي كتبارطاجي بزاف اللايف ستايل ديالك الحياه ديالك مع الناس اللي في لونتوراج ديالك سواء ماماك باباك اختك ولا يعني الناس اللي قرابين ليك، واش يعني هادشي عاونك في انك تبين الموهبه ديالك اكثر؟ كتشوفي بلي زعما عاونك في انك من طرحي مثلا اغنيه جديده يتبعوك الناس ويمشيو يشوفوا دوك الاغاني، ولا كتشوفي بلي لا كوميونيتي ديالك متبعك على تيك وي ام اللي كتبارطاجي الحياه ديالها الشخصيه؟ وهو صراحة النينوز ديالي اللي متبعيني كنظن انهم متبعيني لايك على ذا فاكت انه كنغني بالهنديه وديما كنفكرهم بالاغاني القدام في الطفوله فاش كنا كنلعبوا في الزنقه ويكون شي فيلم هندي وكنا نتجمعوا في التلفازه كنتفرجوا، و ات ذا سيم تايم لي برانسيب اللي كنبينهم مع الفاميلي. انا صراحه ما كنتش كنبين بين الفاميلي بزاف، ولكن فاش كنتلاقى مع دراري صغار غير مو دراري صغار كيبقى كيقول لي كوز انا كاينه واحد البنت اللي عمرني نساها، هو كنت شوف سايت كنت كنغني
وفاش خرجت كنسمع شي بنت كتبكي وشي مرة كتعيط عليا، ولقيت البنيته كتبكي ومشيت عندها كمال كيف كتبكي، قالت لي بغيت نولي بحالك. قلت لها كيف زعما بتغني؟ قالت لي لا كيف كتهلاي في ماماك. وتوشاتني انا بزاف مادام انه الدراري الصغار وصل لهم هذا الميساج كنت انفلونساو بطريقه زوينه. اي واز لايك يس. وانا عندي واحد البرينسيبلز ديال الوالدين وما فوق الراس وما كلشي، قلت يلا ليتس جو. كنت قدام يا ربي امين يا ربي امين. الوغ هنايا بغيت نسولك على واحد لا بيرسون اللي كتبان معاك بزاف لاباج ديالك، سي اشرف السبعي. بغينا نعرفوا طبيعه العلاقه ديالك، كنشوف لي كومونتير الناس بزاف كيتسائلوا واش من العائله، واش مجرد صديق، واش خطيبك، بزاف ديال الحاجات. فنبغيك تشرحي لنا. اشرف هو واحد الصديق عزيز بزاف. انا وياه كان بارطاجيو زعما ذا سيم الفايب ديال الهنود، هو كيحماق على الهنود بزاف وكثر مني وانا كنحماق على الهنود. لايك صافي نهار اللي تلاقينا اي جيس ذا هول ديك كنهضروا على الهنود. تفرجتي فهاد الفيلم، تفرجتي فهاد الاغنيه، درتي هاد التشالنج كذا كذا. ومن زعما البروجيكت اللي درنا حتى ولات زعما واحد الصداقه اللي زوينه، واخا عارف المغرب كامل كيبقاو كيقولوا حنا نعطيو الصداقه كلشي، بس غير الفيت انه فاش كتشوفي المغاربه كيرياكتو بحال هكا تعرفي انك راكي غاده مزيان. سو هذاك الفيديو اللي درت انا واشرف راه وصلهم، هما فيديوهات بزاف صراحه اللي درتهم كاينين بزاف. دونك هذاك الصديق ديالك اشرف صديق لا اكثر. داكور. دونك وئام انت ساكنه في مدينه مراكش، حنا عارفين باللي مراكش يعني فيها اكبر الفنادق اللي كاينين وبزاف ديال النجوم كبار كيغنيو في دوك الفنادق. واش ما جاكش عروض انك حتى انت يعني تغني في شي واحد من الفنادق اللي كاينين في مراكش، ولا جاك هذا العرض واش تقبلي ولا لا؟ سؤال زوين. هو صراحه جاوني بزاف ديال العروض في مراكش وكي انا ما بغيتش، حيتاش زعما كنحترم كاع الفنانه وكلشي، ولكن اولا انا باقي اي ستيل باقي كنحس انه باقي ما وصلتش هذاك الليفل اني زعما نقدر نغني في الفنادق نيشان وكلشي. بس انا بغيت مور نكون نغني في الكونسرت اكثر، ندير ميتاب وكلشي مع النيلوز ونغني و everything، ولكن زعما ذا واي ديال نغني في الفنادق لا، كوز ما كنشوفش راسي زعما تما يعني ما بغيتيش. وصافي لا بغيت انه ما تكونش عندك ديك لي تيكيت. حيت بصح كاينين فنانين اللي كيولوا الناس كيتسماو مثلا كيكونوا كيديروا الحفلات والاعراس وهذا كيتسمى فنان اعراس ولا فنان حفلات. كاين اللي كيبغي هاد القديم ما عندوش معاه مشكل، وكاين اللي كيكون شويه يعني عنده حساسيه من هاد الموضوع. دونك انت كتفضلي انك تبقاي لي كونسير احسن اكثر، ولكن ايفن انه الموسيقى ما كنشوفهاش كواحد الكارير غنكمل في حياتي كامله غنفوكسي عليه. صبر كندير ام بي اي، بغيت يكون عندي زعما مال بروجيكت وكل شيء، ولكن لايك الا كنتي كتغني مور في الفنادق خاصك تكوني مور كوميتد للفنادق ديما، يعني حتى وقتك غادي يولي عامر غير بهذاك الدومين. اما كونسيرت كديري مره في الشهر ماشي زعما افري نايت. وشنو المواهب الاخرى اللي عنده ويام اكثر من غنى؟ كنرسم اند عايزه هي الطبخ. واخا ما كدوي انا ما حادش ما راه حاده طبعا الطبخ حتى هو الفن. شنو كترسمي؟ واش متبعه حتى في الرسم الثقافه الهنديه يعني ديك طريقه الرسم التقليديه ديالهم وهذا، ولا شنو كتقدري؟ لا الرسم صراحه اكتشفتها بواحد الطريقه، هو انه وقت ما تكون فيه شي انزايري ولا تكون شي ديبرسيون حتى كنلقى راسي هازا طابلو كنرسم، كنرسم داكشي اللي كنحس به. وهادشي كيعاونك انك ترتاحي اكثر. انايا من جوج الحوايج، انا الموسيقى وكنرسم، هاد جوج الحوايج كانوا كيعاونوني بزاف باش انمي موفي اون من اي حاجه. بالنسبه للطبخ، الطبخ صراحه هذا اكتشفته فاش مشيت لدبي، باش مكيناش الوالده باش تطبخ داكشي، باش ندير هادي هادي زوينه نعاود نجرب هادي. كيبقى عليا غير امتى نرجع باش اني نمشي للكوزينه نطلق ميوزيك ونطيب اي حاجه. جوست هو راه هذاك لو بليزير في انك تطيب، هو اللي يعني كاين اللي كيطيب اي حاجه ثاني، وكاين اللي كيطيب هو عنده واحد اللذه في انه كيطيب. اكزاكتلي. دونك انت كتشوفي راسك بلي كتبغي ديري ديك الحاجه حتى هي.
صافي دونك وي ام متعدده المواهب. يس دونك وي ام هادو هما الاسئله اللي كانوا عندنا. صراحه ما سخيناش فيك، بغينا نعرفوا غير الجديد الفني ديالك في المستقبل شنو كتوجدي الناس اللي كيتبعوك. المهم هو صراحه كاين بزاف ديال الاعمال اللي غادي يجيو في الطريق ان شاء الله، كنتمنى يعجبوكم. اغلبيتهم من كلماتي، اي لايك نكتب شي حاجه اللي كنحس بها ولا شي حاجه اللي عشتها مع شي شخص، ولا تقدر تكوني شي استوار اللي شفتها في شي صاحبتي ولا في العائله ونكتب عليها. وشي حاجه اللي ديما غتكون ميكسي مع شي كلتشر مختلفه. شكرا بزاف. مشاهدينا عندك تكون حلقتنا سالات، نتلاقى ان شاء الله الحلقه الجايه مع ضيف اخر.